بلاد هذا اليوم 4/6/2022 على الساعة 11:30 صباحا نشب حريق بإحدى غابات النخيل التابعة لبلدية عين البيضاء ولاية ورقلة بالضبط بالمكان المسمى منداس. بعد إعلامنا من طرف أحد المواطنين على الرقم الأخضر 1055 مباشرة تم تنفيذ مخطط مكافحة الحرائق المستطر من طرف القيادة، حيث تم توقيف سيارة نوع هيونداي أكسنت على متنها شخصين مشتبه فيهما على مقربة من مكان الحرائق. بعد تفتيش السيارة والركاب تم العثور على 4 قارورات سعة 1.5 لتر مملوءة بمادة المازوت، مباشرة تم توقيفهما واقتيادهما. بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة كانت تعليماته فتح تحقيق في القضية وتقديم الأطراف فور الانتهاء من التحقيق.